بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده حبيب قلبي هنعمله شربات النعناع المركز بعصير الليمون. طريقه سهله خالص بسيطه، وان شاء الله حبيبتي تعجبك. وان عجبتك ما تنسينيش في اللايك والشير وسبسكرايب. شربات النعناع من المشروبات الجميله جدا، وبالذات في شهر الصيف احنا داخلين على شهر وصلنا طيبين، وبرده في ايام رمضان بتبقى جميله جدا. جبنا هنا 3 حزم نعناع، نقطفوها طبعا وهنغسلها. يعني زي ما تكوني بتعملي ملوخيه بالظبط. هتغسليها، الاول هتقيها، هتقطفيها وتنقيها وتغسليها كويس، وتسيبيها تنشف شويه. ممكن تلفيها في فوطه بعدها ترزيها شويه، او ممكن تسيبيها في فوطه كده ليله كامله في التلاجه على الشبكه بتاعت التلاجه، تصبح تلاقيها ناشفه معاكي. المهم ما يكونش فيه اي ميه، عشان احنا هنحطه هنا في شربات بتاع سكر مركز عشان ما يخفش معانا الشربات. طبعا المهم ان النعناع معاكي ناشف، علشان كنت هقول الملوخيه عشان هو شبه الملوخيه شويه. النعناع طبعا ده جميله جدا، بالذات لما يكون نعناع بلدي، وطبعا ده حاجه رخيصه جدا في متناول ايدينا بدل ما تجيبيها غاليه. تحت ايدينا وموجوده عندك في البيت، حتى لو مش موجود بتشتريه مفيش مشكله، وبتعمليه بسكر موجود عندك والحمد لله. بتعملي شربات مركز في منتهى الجمال، بتجيبي لون من عند العطار، لون صحي، او من عند المستلزمات الحلواني. بس انا هنا جبت اللون فاتح شويه، معلش انا ما كنتش عارفه نفس ده بالظبط. فانت قولي له عايزه اللون اللي يتحط على يعني شربات النعناع، هيديك لون اغمق من كده شويه، بس ادى الغرض وكان طعمه جميل جدا والله. معانا هنا حلنا على النار، هنحط 2 كوبايتين سكر وعليهم 2 كوباية مية، زي ما تكوني بتعملي الشربات بالظبط، طريقة الشربات بالظبط. تسيبيه تغلي على النار حوالي 8 دقايق، وبتعصري نص ليمونة أو ليمونة كاملة على حسب. أول ما يغلي معانا بنعصر الليمون، بنحطها زي ما بتكوني هتعملي الشربات بالظبط. ولما يقعد معانا يقعد كده ويبقى شبه الشبات، هتحطي عليه النعناع. جربي صدقيني ومنتهى الجمال والله، وحاجه منعشه كده جميله جدا. اول لما يتركز كده وبقى شربات، هتسقطي عليه النعناع وهتطفي على النار. او النعناع يا حبيبي بصي نشف معانا ازاي، لازم يكون ناشف خالص. هتحطيه على الشربات دوت، وهتطفي عليه النار، وهتسيبيه حوالي في الشربات من يعني عملتيه بالليل، من بالليل للصبح او من الصبح بالليل، المهم يقعد يعني 6 7 ساعات كده في المحلول الشربات دوت عشان يتركز طعم النعناع فيه. بعد كده بتصفيه خالص وتحطي بقى اللون دوت اهو يا حبيبتي. بعد ما صفيناه بصي لونه عامل، ممكن تسيبيه كده براحتك لو انت عايزه شربات نعناع طبيعي كده من غير ما تحطي لون، بس انا جبت اللون اللي هو العادي من عند العطار، من عند مستلزمات الحلواني او من عند العطار، فكان اللون فاتح شويه. بتحطي بقى على حسب الدرجه اللي انت عايزاها لحد ما توصلي للدرجه اللي انت عايزاها. طبعا الالوان دي صحيه مفيش مشكله منها، ما تقلقيش. مش عايزاه عايزه تسيبيه كده برضو براحتك مفيش مشكله، المهم يطلع في الاخر طعم النعناع. ممكن تعمليه بلبن، ممكن تعمليه بعصير ليمون، ممكن تخففي في ميه مشروب نعناع عادي، براحتك خالص برضو في يعني في ايدينا. انا هنا هعمله بعصير الليمون عشان بحب طعم عصير الليمون في النعناع خالص. تفضلي بقى تقلبي وتحطي في اللون لحد ما توصلي للدرجه دي.
حاجة سهلة، حاجة بسيطة، حاجة موجودة في بيوتنا كلنا، أنضف طبعا من بره وأحسن وأوفر بكتير. إزازة الشربات النعناع بره غالية، انت مجرد 3 حزم نعناع يعني ب5 جنيه على كوبايتين سكر موجودين في البيت، عملتش شربات نعناع مركز. حاجة مفيدة لولادك وحاجة طبيعية وحاجة انت عاملاها في بيتك، يعني حاجة نظيفة. عايزة تستغني عن اللون استغني عنه خالص، مفيش مشكلة. اهو يا حبيبتي كده اهوت وصلنا اهوت للدرجة ديت. تقلبي لحد ايه ما تلاقي اللون امتزج معاه، تفضلي تقلبي فيه. طبعا عشان نعمل بقى عصير الليمون، انا عصرت حوالي 6 ليمونات معصورين وحطيت عليهم ميه ومكعبات تلج، دي اساسيه عشان يطلع معاكي منعش كده وساقع وجميل. بتحطش مكعبات التلج، ما تقلقيش على الخلاط، ممكن مكعبات الكلب الكل التلج سوري معلش مكعبات التلج تحطيها وتحطي عليها الميه هتسيح ما تقلقيش، وتحطي السكر طبعا على حسب الراحه اللي ترتاحي لها يعني. وبعد كده بتحطي بقى هنا تضربيه في الخلاط وتصبيه، بتحطي طبعا 1/3 الكوبايه ليمون، اكتر من تلتينها، وتحطي 2 معلقة من عصير النعناع من شربات النعناع اللي انت عاملاه. مشروب ممكن بعد الفطار جميل جدا برضو، مفيش منه مشكلة. في شهر الصيف برضو بيبقى منعش جدا وجميل جدا. انا عاجبك بقى حبيبتي، ما تنسينيش في اللايك والشير بالله عليكي، ولو مش مشتركة تفضلي نوريني على راسي. وكل سنة وانتم طيبين، يعود علينا الأيام بخير يا رب. اللهم أمين يا رب. رمضان كريم على الأمة الإسلامية جميعا يا رب. اللهم بلغنا ليلة القدر. اللهم أمين.